ما تيجي نشوف، يلا نشوف ايه. البنت خدت جثتها، جوزها ضربها وطلعها وفضحها، خدت جثتها يا ابني. يا اما دي جثتها تاخد شلوط على جوهان؟ يا ابني خالتها تفضحها. وهي بس ما فرحتناش بنت الكلب، مش دي اللي جوزها حبس اسمها اختي واللي عملته في اخوها وامها؟ هو في ايه؟ هو انا مجنون؟ بقول لك يا اما هي كلمه ومش هتنيها عليا النعمه، البنت دي مالها وعد هنا. اخر مره تحلف عليا، انت فاهم ولا لا؟ البنت ده بيتي انا الكبيره هنا، وبقول لك البنت دي خلاص خلاص بس فتحها وضربها ورماها في الشارع. عاوز لنا نعمل لها ايه؟ هسيبها في الشارع؟ هتقعد هنا واذا ما كانش عاجبك امشي. الباب يتحول جامد. خلاص خالد، انت هم اللي عملتيه ده بس. امشي. ايه ده؟ ما شاء الله، يعني انت عامله الدور شخصيه صعبه. اه وحقانيه. انا يعني زي ما انا عرفت قلت الست المصريه اللي في الفرح فرحانه وفي الجد جده. آه. حازمه، الام الحازمه. لازم يبقى في حزم وحزم. اولا ضربتيه بجد على فكره، وكان معايا قال انك ضربتيه بجد. لا انا ضربته بجد. بيقول لي انا بس حتى بص هو درسي كفي مش كبير قوي، بس هو قال لي كفايه كبير وضربتني. لا بس انا يعني انا عشت اللحظه قوي، يعني اللي هو على فكره احنا ما عدناهوش. ده من أول تيك. صالح استاذ احمد صالح قال لي ده ما يتعدش. يعني لاي سبب من الاسباب ما يتعدش، لانه انا كنت يعني عارف كان جوايا بعمله، والله العظيم بعمله من قلبي بجد، اللي هو كانه ده ابني اللي قدامه، وكان دي بنت اخويا اللي هي زي بنتي. ما ينفعش اسيبها في الشارع، ما ينفعش ان انا لما ابني يغلط اقول ارموه في الشارع. طب ما هو هيروح الشارع يعمل بقى اللي هو عايزه، يتلم على ناس مش كويسه يعني. فلازم يبقى في حسم في الموضوع ان انا اربي مش اطرد. فكان ده كان عاجبني في الدور قوي، يعني عجبني ان الام عندها الاثنين، عندها الحنيه قوي وعندها لما يبقى في وقت الشده. يعني هو حتى تلاقي في مشاهد تانية مثلا اقول له برده اطلع بره واقول لاخوه امشي اجري هات شوف اخوك فين. المشهد ده بعديه انا المفروض كان في مشهد رحت رايحه له، انا قلت له حبيبي انا عارفه انك راجل وما ينفعش اضربك وما ينفعش كذا، بس انا يعني ما ينفعش ان انا اطرد البنت كمان، دي بنت انت ولد. بس انت ضربتيها علقه. هي كانت غلطانه، ده الناس كلها كانت متغاظه منها، وانا اول ما ضربتها انت فشيتي غل الناس في آيت عامر في المشهد ده. بس انت ضربتيها بجد؟ لا يعني برضو كنت خايفه عليها يعني برضو يعني، بس انا لو ضربتها بجد مش هتقوم من تحت ايدي.